كل عام وحضراتكم طيبين وهابي نيو يير. النهاردة ليلة راس السنة، قولولنا في الكومنتات واعترفوا مين قاعد في البيت بيتفرج على هوم الون ومين هيخرج هيروح فين. وفي كلتا الحالتين تعالوا نعرف باقي دول العالم بيحتفلوا ازاي بليلة راس السنة، علشان تعرف اكتر عن عادات وثقافات بعض الدول في الاحتفال براس السنة تابع الحلقة. انا شريف الطوخي وبرنامج العارف. الدخول برجلك اليمين في الارجنتين. شعب الارجنتين لازم اليوم ده وتحديدا في منتصف الليل ان هم يدخلوا بيوتهم برجلهم اليمين، ودي علشان تبقى سنة حلوة عليهم، ويا ويلك لو دخلت بيت حد فيهم برجلك الشمال. يا مراحب يا هلا، خش برجلك اليمين. لبس الهدوم البيضة في البرازيل. البرازيليين بيلبسوا لبس لونه ابيض في ليلة راس السنة، علشان اللون الابيض بيرمز الى السلام والازدهار، وبتجمعوا على البحر وبينطوا 7 مرات مع كل موجة. ده غير ان هم بيعملوا مراكب صغيرة مصنوعة يدويا، ودي كقرابين لآلهة المية لمانجا. رش الملح على عتبة الباب في تركيا. بعض الأتراك بيرشوا الملح على عتبات بيوتهم في منتصف الليل بالظبط، وده اعتقاد منهم انه هيخلي السلام والمودة تدخل البيت في السنة الجديدة. وعندهم اعتقاد كمان ان اكل الرومان في اليوم ده هتجيب لهم ثروة كبيرة في السنة الجديدة. بالفابور سينيور. ومن الرومان للعدس في ايطاليا. الايطاليين بياكلوا العدس وهم لابسين ملابس حمراء في اليوم ده، المرة دي عكس البرازيليين اللي كانوا بيلبسوا ابيض، وان العدس برضو هيزود ثروتهم زي الرومان في تركيا. كمان بقى الايطاليين تقريبا بيتلككوا ان هم يغيروا عفش بيتهم كل سنة، وده من خلال ان هم بيرموا العفش القديم من الشبابيك، وده رمز لبداية جديدة وناس جديدة، وساعات بيلبسوا ملابس داخلية حمراء لجلب الحظ السعيد. وده الكرسي اللي مضايق اهو 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 يا اشرف اهو يا اشرف. بونجور مسيو. الناس الرايقة الفرنساويين. الفرنساويين بيصحوا اليوم ده على مهلهم الصبح ومتأخر. Good morning شهندا. وبيفطروا بوجبة اسمها لوري فلو، وبيقدموا المأكولات الدسمة زي الراكليت، والأطباق بتبقى متلونة باللون الأسود والأخضر والبرتقالي. ويلا بينا نسافر على إسبانيا. الإسبانيين بيحتفلوا بحفل اسمه نوش فيجا، واللي معناه الليلة الكبيرة. الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتير. يا حاج مش ده، دي طقوس معينة منها ان هم ما بيخرجوش من بيوتهم لحد نص الليل، وبيأكلوا عنباية واحدة في كل ساعة، وده من الساعة 6 بالليل لحد منتصف الليل. اما في الدنمارك فبيحبوا جيرانهم شوية، يعني حبتين. بتتضمن احتفال سكان الدنمارك بالعام الجديد ان هم بيرموا الاواني الزجاجية القديمة على ابواب جيرانهم، وبيعتقدوا ان كلما زاد عدد الاواني المكسورة على الابواب كان العام الجديد افضل، وان ده دليل على حب الجيران لبعضه. اما في السلفادور فبيكسروا بيضة في منتصف الليل بالظبط، وبيتوقعوا ايه اللي هيحصل للسنة الجديدة من الصورة اللي هترسمها البيضة المكسورة لما يرموها على الارض. وفي المانيا عندهم نفس الاعتقاد بس بطريقة مختلفة شوية. الالمان بيدوبوا حتة صغيرة من القصدير او الرصاص فوق شمعة، وبعدين بيصبوها في طبق في مية. لانهم بيعتقدوا ان الشكل اللي هيظهر هو عبارة عن مصير الشخص في العام الجديد، وبيحبوا ياكلوا في اليوم ده الدونتس المحشية بالمربى او الشوكولاتة، وساعات بيهزروا كده وبيحشوها مستردة. اما اغرب بلد في احتفالاتها فكانت من نصيب تشيلي. في تشيلي الناس بيقضوا ليلتهم في المقابر في ليلة راس السنة الجديدة، وخاصة في منطقة هناك اسمها تلكة. العائلات بتتجمع هناك في المقابر للاحتفال بالعام الجديد مع اقاربهم بس اللي ماتوا، وده زي الاحتفالات بيوم الموتى في المكسيك. ولحد هنا خلصت حلقتنا. اشوفكم في حلقة جديدة في 2024. انا شريف الطوخي وبرنامج العارف.
سلام.